اليوم جيت نوفر عليكم واحد 4000 درهم وجيت نقول لكم الا تبعتوا هذه الخطوات اللي غادي نعطيكم في الكماله ديال لا فيديو كنتحداكم انكم غتاخذوا الفيديو ديالكم الا كملتوا معايا الفيديو حتى الاخر. ودابا جيت نقول لكم سلام، لاباس عليكم، شنو اخباركم، اموركم هانيه؟ ما كنتش كنحط لي فيديو هادي ما طلي قبل باسكو الامتحانات وداكشي، دابا عاد تفرغت اليوتيوب. بوينو دابا غادي نبدا وغادي نقول لكم اول حاجه 4000 درهم اللي قلت لكم غنوفر عليكم هي ديال شي اجونس، هي كتجمع الدوسي، كتريتي الدوسي د فيزا. الوغ كو داكشي اللي كيقولوا لك كيقولوه ل 100 واحد، حتى كياخذوا من عندك 4000 درهم كياخذوهم ل 100 واحد. الا جيتي تقارن وراقك مع وراقي واحد اخرين راه لو ميم شوز. الاختلاف فين كاين؟ كاين في لو غارون. الوغ دابا غادي نركز لكم على لو غارون شنو خاص يكون عنده وشنو ما خاصش يكون عنده باش نتوما تقدروا تاخذوا الفيزا ديالكم. كملوا معايا لا فيديو حتى الاخر وجيسبر نكون فاتكم شي حاجه. بوينو غادي نبداو باول ورقه اللي هي لا سوليسيتود دي بيسادو. هاد الورقه هادي شنو كيكون فيها اولا فين كتلقاوها؟ اول حاجه غتلقاوها في لو سيت ديال القنصله، كتدخلوا لي سيت ديال القنصله كتلقاو فيها هاد الورقه هادي. ضروري خاصكم تعمروا لي زانفورماسيون اللي فيها، اوكي، يعني لي زانفورماسيون بيرسونيل ديال، زائد لي زانفورماسيون اللي متعلقين بونيفرسيتي اللي قبلاتكم هنا في اسبانيا، زائد لوغال اللي غتسكنوا فيه هنا. ثاني حاجه اللي هي باسبور ديالك، كدير فوتوكوبي ثلاثه الاوراق الاولانيين ديال الباسبور، زائد فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالك وديال ماماك وديال باباك حتى هو. بعد كندوزو ليفغي دو فامي، الحاله المدنيه، حتى هي كديروا فوتوكوبي لكاع الاوراق اللي فيها، ما تنقصوا حتى شي ورقه. بوينو غادي نبداو باول ورقه اللي هي لا سوليسيتود دي بيسادو. هاد الورقه هادي شنو كيكون فيها اولا فين كتلقاوها؟ اول حاجه غتلقاوها في لو سيت ديال القنصله، كتدخلوا لي سيت ديال القنصله كتلقاو فيها هاد الورقه هادي. ضروري خاصكم تعمروا لي زانفورماسيون اللي فيها. لي زانفورماسيون شنو كيكون فيها؟ ابييدو، نومبري، فيتشا دي ناسيمينتو الى اخره، اوكي، يعني لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالكم، زائد لي زانفورماسيون اللي متعلقين بونيفرسيتي اللي قبلاتكم هنا في اسبانيا، زائد لوغال اللي غتسكنوا فيه هنا، يعني فين غتسكنوا، العنوان الى اخره. هذا ما كان. ثاني حاجه اللي هي الباسبور ديالك، كدير فوتوكوبي ثلاثه الاوراق الاولانيين ديال الباسبور، زائد فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالك وديال ماماك وديال باباك حتى هو. من بعد كندوزو ليفغي دو فامي، الحاله المدنيه، حتى هي كديروا فوتوكوبي لكاع الاوراق اللي فيها، ما تنقصوا حتى شي ورقه، كاملين عرفتي، كاملين كديرهم فوتوكوبي، حتى شي ورقه ما خصها تكون ناقصه، زائد ليغاليزاسيون في المقاطعه، زائد لابوستيل في العماله، زائد تراديكسيون، وحتى التراديكسيون كديروا لها لابوستيل باش كتسمى ان ديك التراديكسيون زعما اصليه ومحلفه الى اخره. محلفه يعني معترف بها في القنصليه. من بعد كندوزو الباكالوريا ديالنا، الباك ديالكم حتى هو كتاخذوا الاصلي، كتمشيو كديروا له ليغاليزاسيون في مقاطعه، زائد لابوستيل في العماله، زائد تراديكسيون، وحتى التراديكسيون ديالو كديروا لها لابوستيل، يعني الباك الاصلي ماشي فوتوكوبي ديالو. من بعد الغولفي دو نوت ديال 5ام 6ام باك، حتى هما ليغاليزاسيون، ابوستيل، تراديكسيون، تراديكسيون حتى هي ابوستيل. انا كنقولهم لكم هكذا بالترتيب، يعني اللي عنده الدوسي ديالو بين يديه يدير له الترتيب، والحوايج اللي ما عندوش يقيدهم في شي ورقه باش يديرهم. بوينو كاينه عاود هومولوغاسيون، لومولوغاسيون راه كتكون ديجا اون اسبانيول، يعني هذيك ما عندها لا ليغاليزاسيون لا حتى شي حاجه، كدير لها فوتوكوبي وكديروها في الدوسي ديالكم. من بعد الريزولتا ديال سيليكتيفيداد، حتى هو فوتوكوبي وكديروه وسط الدوسي ديالكم. بالنسبه للناس اللي قراو في سيليكتيفيداد يعني في شي سونتر اكس، شي سونتر كتمشيو عنده كتقول له عطينا سيرتيفيكادو اكاديميكو، هي هاد سيرتيفيكا كدل على انك داك العام كنتيش جالس في الدار، كنتي كتقرا سيليكتيفيداد وكتبريباري ليه فواحد لو سونتر، يعني غير بحال هاد الوراق واخا يبانو لكم عاديين احق ريزولتا ديال سيليكتيفيداد راه سي سوفيزون، نو، حتى ديك الورقه انك قريتي العام راه حتى هي تقدر تفيق القنصل انك بصح غادي تقرا ما غاديش دير ايميغراسيون. دابا غادي ندوزو لافيش اوتروبوميتريك اللي هي حسن السيره، كديرها ابوستيل وكدير لها تراديكسيون. شدني الضحكه لانه كنت غنقول لكم ديروا ليغاليزاسيون رغم يمكنش نتوما كتاخذوها من عند الامن وتمشيو ديروها فين تمشيو ديروا لا ليغاليزاسيون. المهم من بعد الطبيب، ضروري باش تدفعوا الدوسي ديالكم خاصكم تمشيو ديروا لي زاناليز وديروا واحد لا راديو. بون هذا الشيء بالناس، بالنسبه للناس اللي ساكنين في الرباط، انا كنت درت هاد لي زاناليز وهاد لي راديو داكشي كنت درتهم في كلينيك حسان، هادشي اللي عارفه،
يعني خاصكم تمشيو عند شي طبيب اللي حتى هو محلف، يعني اللي كنقصد به معترف به في القنصليه، هذا هو الشرط ديال القنصليه، سير عند ما بغيتي، مي ضروري خاص يكون معترف به في القنصليه، هو التراديكتور. عندكم تمشيو عند اي واحد، لان الدوسي ديالكم غادي يكون زيرو، ما غاديش يكون عنده حتى شي قيمه، فهمتوا؟ يعني كتمشيو كديروا حتى هذوك التحلل وداك الشيء حتى هو كتخشيو في الدوسي ديالكم. كاينه واحد لافي سميتها اوتوريزاسيون بارونتال، انا ما درتهاش ولكن لي زامي ديالي هنا داروها. انا صراحه ما عرفتش علاش ما درتهاش، لانه اصلا كيف ما قلت لكم انا دفعت الدوسي ديالي عند واحد الاكس، هي اللي جمعت لي الدوسي ديالي. من بعد لقيت راسي تقولبت، بقى فيا دوك الفلوس صراحه اللي عطيتها، ما نكذبش عليكم، لانه جيت نشوف قلبت في البيسي لقيت داك الشيء كاين في البيسي، بامكاني انا ناخذ دي زانفورماسيون غير من البيسي ونلقى كل شيء، مي انا ما رديتلهاش البال. المهم الاخطاء اللي درت انا ما ديرهمش حتى نتوما. هاد الورقه هادي اوتوريزاسيون بارونتال كتمشي نتا ماماك وباباك، انا جو بونس كدار لي مينور ما متاكداش، ولكن هما والديك كيسينيو فواحد الورقه وكيكتبوا انهم كيسمحوا ليك تمشي لوغو تكمل القرايه ديالك، اسبانيا فرنسا اي دوله، المهم كتمشي تكمل القرايه ديالك صافي. هذا هو الدور ديال هاد الورقه هادي، وان هما اللي غيتكلفوا بك، يعني ماديا ومعنويا الله يحفظ طرات لك شي حاجه في اسبانيا وداك الشيء هما متكلفين بك وصافي. من بعد كاين البريزون شارج، هاد لو بريزون شارج هي الدليل على ان عندك واحد لو غارون. لو غارون هو واحد الضامن، اوكي، واحد الراجل اولا واحد الشخص معين هو غادي يتكلف بك، غيتكلف بالمصاريف ديالك في اسبانيا، كنقصد بالسكن بالماكله بالقرايه الى اخره، حتى النهار اللي كتاخذ فيه الدبلوم ديالك. يعني البريزون شارج كتكون بالسميه ديال غارون ديالك، بابا خوك خالتك. انا درت بابا وكدار لها ليغاليزاسيون ابوستيل تراديكسيون حتى هي ضروري، ما تنساوش ثلاثه د الحوايج، ليغاليزاسيون ابوستيل و تراديكسيون. من بعد غادي ندوزو لاتيستاسيون دو ترافاي و سالير ديال لو غارون ديالك. مثلا انا غنهضر على بابا، غادي حطيت لاتيستاسيون دو سالير دو ترافاي ديال بابا، فاش كيخدم وشنو الخدمه ديالو وداكشي بالكاشي، يعني ماشي غير ورقه هكذاك، نو كاشي ضروري خاص يكون الكاشي. الا كان باباك مثلا مع الدوله كيكون الكاشي ديال الدوله، كان باباك مثلا عنده شركه الكاشي ديال الشركه ديالو او الشركه اللي خدام فيها، عاوتاني لاتيستاسيون دو سالير حتى هي لا ميم شوز، داكشي كامل خاصو يكون جوستيفي، ما يكونش هكذاك ورقه تكتبها بخطك او لا تخرج امبريمون ولا شي حاجه هكذا. حتى هادشي كدير له ليغاليزاسيون، كدير له ابوستيل وكدير له تراديكسيون ضروري. والا عندك خوتك حتى هما خدامين ضروري دير الوراق ديالهم كانهم خدامين، يمشي يطلبوا من عند لو شاف ديالهم او لا لو ديريكتور ديالهم انهم يعطوهم واحد لافيش كانهم خدامين عنده وشحال كيتخلصوا. المهم انا خوتي درت لاتيستاسيون ديالير ديالهم وديال الترافاي ديالهم، هنا الناس دايرين غير دو ترافاي صراحه، الصالير ماشي كلشي دايره، مي انا درتهم بجوج. بالنسبه للخوت علاش قلت لكم ديروهم، مثلا انا عندي ثلاثه ديال الخوت، انا هي الرابعه، كاملين كبار عليا، يعني انا جوستيفيت القنصليه انا خوتي كاملين خدامين وكاملين مسؤولين على راسهم، يعني المدخول دبابا مختص بيا غير انا وياه وماما، فهمتوا شنو قصدت. دابا غادي ندوزو للغولفي دو بانكير، غولفي دو بانكير اللي خاص يكون باين فيها البلوكاج اللي غايدير لك بابا، غولفي دو بانكير ديال 6 موا، انا درت البلوكاج دوبوي لو موا 12 حتى لو موا 9، عاد دفعت الفيزا ديالي، كوم كوا بينت القنصليه كوم كوا ان هاد لو كونت بانكير راه اكتيف، زعما ديما كيدخل الفلوس وزعما الحمد لله، فهمتوا باش هكذا نزيد واحد الاحتمال ديال 10% انني ناخذ الفيزا، يعني اي حاجه كنزيدوها بصالح ديالنا. هاد الغولفي دو بانكير اللي غتجيبو ضروري خاص يكون باين فيها البلوكاج اللي دار لكم باباكم اللي غتقراو به. دابا دزنا لشهاده الملكيه، اي ملك عند باباك من الاحسن انك ديرو، بشرط تكون ملكه بسميتو ما تكونش بالكريدي، واخا يكونوا كيتسالوا غير 100000 اولا غير 1000 درهم ما ديرهاش. غادي ندوزو للدار اللي غتسكنوا فيها هنا في اسبانيا، ملي غادي تكريو شي دار هنا في اسبانيا خاصهم يعطيوكم واحد لو كونطرا كوم كوا انك خلصتي الشهر وخلصتي لا فيانسا اللي هي الضمان. اللي بغى يكري يمشي يقلب على الكرار راسو، كاينين ثلاثه ديال لي سيت، كاينه ايدياليستا فوتوكاسا وتوكاسا، ثلاثه ديال لي سيت تقدر تهضر مع الناس وهما يكريو ليك. هادو صراحه حتى هما كيديو ليك شهر ديال لافيانسا وشهر ديال الدار وشهر ديال
هذاك السمسار اللي كرا لك ديك الدار. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع صداع الراس فحال بغاو يسكنوا راسهم ويهنيوا راسهم غتمشيو للسي ديال لونيفرسيتي اللي قبلاتكم وغتكتبوا الو خامينتو اوكي وغيطلعوا لكم كاع لي ريزيدونس يونيفرسيتير اللي قراب لونيفرسيتي ديالك. تما كتلقاو كاع لي ريزيدونس اللي قراب لونيفرسيتي ديالك زائد الثمن ديالهم وكلشي. كتخلص جوج الحوايج الضمانه وكتخلص الشهر ديالك. هذيك الفلوس اللي كياخذوا من داك السنسار ما كايناش. هذه احسن 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 يعني الناس اللي باغيين يسكنوا راسهم ما تمشيوش تشريو دار لان الدار في الروينه. هم من بعد غادي تزيدوا واحد الورقه عاوتاني هي ضروريه في الدوسي ديالكم اللي هي لاكسبتاسيون ديال لونيفرسيتي زائد لا ماتريكول زائد ترانسفير ديال الفلوس اللي خلصتو بهم لونيفرسيتي. دابا غادي نقول لكم واحد الورقه واحده اخرى حتى هي خاصكم ديروها ضروري في الدوسي ديالكم اللي هي الغوسيو ديال لو مونطون اللي صيفطتوه لونيفرسيتي هنا في اسبانيا من المغرب لونيفرسيتي باش خلصتو العام ديالكم. غادي ديروا شحال من ورقه غنقول لكم. غديروا الغوسيو ديال لا بانك زائد واحد لافيش ملي كتخلصوا لونيفرسيتي كطلع لكم واحد لافيش انكم خلصتو حتى هي كديروها بي دي اف كتخرجوها زائد لا ماتريكول زائد لاكسبتاسيون لونيفرسيتي حتى هي ماشي لاكسبتاسيون انك قبلاتك وما خلصتيش لا واحد لاكسبتاسيون وحده اخرى كطلع لك حتى هي في لوسيت ديالك من بعد ما كتخلص. هذا دابا انا هنا في اسبانيا طلعت لي بجوج لغات طلعت لي بالنسيانا طلعت لي بالكاستيان بجوج لغات باقا عاقل على باش تعرفوا علاش كنهضر. من بعد كتمشيو كديروا لاسيورونس كديروها في سهم ب 490 درهم وقولوا لهم يعطوها لكم بالاسبانيول لانه كيعطوها فرونسي اسبانيول جو بونس المانيا جو بونس المهم اسبانيول متاكده لانه انا عطوها ليا بالاسبانيول هكذا تقدروا تنقصوا عليكم الفلوس ديال انكم تمشيو ديروا لها ليغاليزاسيون ديروا لها لا بوستيل وديروا لها تراديكسيون يعني هما يعطوها لكم بالاسبانيول. ومن بعد صافي هادشي اللي كاين. غنتفكر واش نسيت شي حاجه يعني شي ورقه هنايا ما بقاتش عندي انا غنتفكر. غنبدا لكم بواحد النصائح اللي ضروري خاصكم تسمعوا ليا. غنبدا لكم باول حاجه اللي هو لو جيرون. من الاحسن ان لو جيرون ديالكم ما يكونش عنده الكريدي كنعرف شي ناس هنا في اسبانيا لا في المغرب ما جاوش لانه غفيزوا لهم باباهم عنده جوج شركات عنده في لو كونط بونكير 100 مليون ولكن الشركات بجوجهم طالعين بالكريدي هنا ضربوا على ديك 100 مليون ما بانش ليهم بان لهم غير داك الكريدي وغفيزوا للولد الفيزا ديالو وما جاش. ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه بزاف ديال الناس. ثاني حاجه من الاحسن لو غارون ديالك يكون باك مك خوتك ما تمشيش تبعد ليه ما تبعدش يا خالتك وجداتك الى اخره لانه صعيبه القضيه سورتو الا كان هذاك لاتيا ديالك او لايتيو ديالك عندهم الاولاد يعني هما غيصرفوش عليك انت يا خصهم يصرفوا على ولادهم واخا يكونوا كيدخلوا بزاف ديال الفلوس. المهم انا دي النصيحه ديالي اللي ما عندوش حل واحد اخر يتوكل على الله وربي راه ما كيخيب حتى شي واحد. الله يسهل عليكم كاملين. واحد الحاجه ضروريه هاد الدوسي كامل اللي عطيتو لكم عندكم تشو ديروا لي لوريجينال وتخليوا لوريجينال في الدار نو ديروا لي فوتوكوبي شي ثلاثه المرات ولا اربعه المرات ديروش فحال انا درتها مره وحده صدقت مقول بها انا في اسبانيا ديروا لي الفوتوكوبي تاع 10 د المرات اللي كانت عندكم لامبريمونت في الدار ماشي مشكل ياك وخبيو عندكم فوتوكوبيات وديو معاكم القنصليه لوريجينال دوسي كامل اوريجينو زائد دوسي كامل فوتوكوبي اتفقنا فوتوكوبي لوريجينال كامل يكون معاكم في نهار القنصليه. كاين واحد القضيه وحده اخرى هما دوك صحاب لوتروتيان كيكونوا هازين الهم لوتروتيان. شوف لوتروتيان ها اللي كدفع الدوسي ديالك وكدوز سيمين اولا دو سيمين كيعيطوا لك اجا فلان عندك لوتروتيان اليوم كتمشي مخلوع راه طونكي وصلتي ليتاب ديال لوتروتيان راه كاع دوك الوراق ديالك سي فاليدي كيبقاو عندك شي شويه ديال الشكوك كيبغيو ياكدوهم مثلا يقدروا يقولوا مثلا هاد الدوسي هذا ديال هاد الولد هذا مفرقع عرفتي واعر فيه كلشي ما خلانا منين ضروري يقدر يكون ماشي هو اللي دافع على راسو شي اسبانيول دافع عليه شي حاجه هكذا يبقاو هنا يبقاو يتحطوا دي بوين دانتيغوغاسيون داكشي علاش كيعيطوا لك كيسولوا سميتك كنيتك كيفاش تزاديتي كيفاش تولدتي لانيفرسير ديالك فين قريتي فين غادي تقرا فين غادي تسكن اكزاكتومون لادريس ديالك فين غتسكن هنا ضروري لي ماتيغ اللي غتقرا في الاس 1 والاس 2 ضروري تكون عارفهم شنو عاودوا كيفاش غتسالي القرايه ديالك هنا في اسبانيا
وخاش يقدروا يبداو لي زيكزام. المهم شوف لي بتي ديتاي، اي حاجه كتعلق بقرايتك وبالساكن ديالك هنا في اسبانيا هادشي علاش غيسولوك. راه ماشي غيمشيو يسولوك على مثلا امك ملي كانت كتوحم، ملي كانت حامله بك باش توحمات، بيانجور ما يسولوك شي حاجه بحال هكا، يسولوك شي حاجه متعلقه بقرايتك في اسبانيا وبلي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك. ما تخلعوش وما تخافوش، انا قدامكم دوزت لوتروتيان ما دوزت فيها حتى شي حاجه، سولتني جوج اسئله، شنو سميتك وشنو غتقراي، قالت لي شحال من ماده غتقراي، ما قالتليش انا ملي قالت لي شحال من ماده، قلت لها شحال من ماده غنقرا، كون سولتني شنو هما كنت نجاوبها، ما تمشيوش عطاني تبقاو تعلقوا فين تفرقوا، خليتها تسولك هي، فهمتي؟ لانه في ديك اللحظه تقدر انت تبغي تجاوبها لانه عارف تقترف عليك شي حاجه تولي انت خارج على راسك. لهذا ما تخلعوش. عندي لكم واحد السؤال، ماشي واحد السؤال، واحد المعلومه، اهم كيسيون كيتحط في لوتروتيان، شنو غادي دير من بعد ما تاخذ الدبلوم ديالك؟ اسيدي انا غناخذ الدبلوم ديالي غنرجع للمغرب، ديما خاص تكون هذه لا ريبونس ديالك في اي حاجه. انا في فيزا ديال كندا كانوا سولوني هذا السؤال هذا، وهذاك اللي هذاك المحامي اللي عاوني باش قادي الدوسي ديالي هو قالها لي، قال لي يسولك هاد لا كيسيون قول لهم غناخذ الدبلوم ديالي وغنرجع للمغرب. هذا ما كان، ما تقولوش المحققه نقلبوا على خدمه تما، لا سيدي هما باغيين ياخذوا منك الفلوس ماشي انت تاخذ منهم الفلوس، صافي غتقرا عندهم مصاريف ديال لونيفرسيتي عرفتي شحال كيتقاموا بسبب الفلوس، يعني ملي غتاخذ الدبلوم ديالك غترجع لبلادك ما غاديش تبقى عندهم تما، ضروري تجاوبهم هكذا. انا في الديسكريبسيون غادي نخلي لكم كاع هاد الوراق اللي وريتكم، ما بغيتش نوريهم لكم دابا لانه فيهم لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالي زعما جو بو با، وصافي غنخليكم كلشي في الديسكريبسيون. اللي ما فهمش شي حاجه يجي عندي الانستغرام، انا بزاف الناس كيجيو عندي اقسم بالله كيجيو عندي من يوتيوب كيقولوا لينا شفنا الفيديو ديالك ما فهمناش هادي وضح لينا هادي عافاك شنو كتقصدي بهادي، كنجاوبهم وكنبقى اون كونتاكت معاهم، كنخرج من الكونفرساسيون حتى كيقولوا لي اوكي باي ميرسي، عاد كنخرج من الكونفرساسيون، لانه انا تحطيت في ذاك الموقف وكنت كنبقى متشوقه للجواب ديال هذاك الاخت او الاخ باش يعاونني، لانه كنكون كنعيش بزاف ديال الضغوطات، خايفه والقرايه وباغي نحقق الاحلام ديالي وزيد 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 وزيد. يا ربي يوفقكم كاملين ومبروك الناس اللي نجحوا في الباك، ويا ربي يسهل على الناس اللي باقا عندهم الغطخاباج، راه ماشي هادي الاخر ديال الدنيا، ربي كيعطينا بزاف ديال الفرص. بون كوراج لكلشي، هذا هو انستغرام ديالي، ديروا لي ابوني وديروا لي لايك لا فيديو، عطوني كومونتيرات زوينين ديالكم، ادياس اميغوس.